تعالوا كده نشوف مع بعض أشكال مختلفة للطفيليات من كتاب الأطلس أوف باراسيتولوجي، علم الطفيليات. الأطلس بقى ده بيركز على الصور. الكتاب ده مهم جدا جدا لأي حد بيمتحن مايكرو أو عنده كورس بره، وكمان الكتاب ده ما بيخلاش منه امتحان لكل اللي بيذاكر البورد الأمريكي في التحاليل. الصفحة الأولى في الكتاب جايب لي صور الجياردية، جياردية لمبليا دي كلنا بنشوفها تحت الميكروسكوب بالشكل ده بالظبط كده زي ما احنا شايفينه. أحسن حاجة في الكتاب إنه جايب لي الأشكال اللي تحت الميكروسكوب بالظبط زي ما فعلا ما بتتشاف. احنا بنشوفها كأنها إيه، حد بيبص لي وله عينين كده كأنها واحدة لها عينين، العينين دول نواتين أصلا يعني، بس احنا كنا بنعلمها بكده. والشكل اللي على الشمال اللي هو جايبه لي شكل جياردية لمبليا السيست بتاعها بنفس الشكل ده كده بالظبط، بتبقى راوند شوية وبالشكل اللي في الصورة ده. بعد كده الصورة اللي تحتها الأكانسميبا، أكانسميبا السيست بتاعها بنفس الشكل ده بالظبط. كنا بنعلمها بإيه، كأنها طوبة ورميتها في المية وعاملة الشكل ده كده، كأنها عاملة أمواج حواليها كده. ده أقرب شكل ليها، ونفس شكل التروفوزويت والسيست اللي هو جايبه لي برضو على إيدنا الشمال هنا. ده الشكل الأكتر اللي بيجي في الامتحانات، الشكل اللي على الشمال ده اللي بيجي في الامتحان أكتر بنفس المنظر كده بالظبط. حس كأنها طوب أو زلط وراوند وكأنها تكتلات كده لو هي كذا واحدة جنب بعض. كمان جايب لي في الكتاب شكل البلاستوسيستس. البلاستوسيستس دي بتيجي بالشكل ده كده، وممكن تبقى على الشاشة في الامتحان لو الامتحان برضه أمريكي يعني، بتبقى الصور على شاشة. إنما طبعا لو الامتحانات التانية بتاعت الكليات وكده بيبقى في ورقة، بتبقى أبيض في أسود، بتبقى بنفس الشكل ده كده. هي كأن لها جدارين، وما بين الجدار الأول والتاني في أنوية أو في سيست صغيرة كده، فبتبقى بنفس الشكل ده، وهي مش راوند منتظمة يعني، مش دايرة منتظمة. هنحفظ شكلها كويس برضو لأنها مهمة جدا. كمان على إيدنا الشمال جايب لي بويضة الإسكارس، شكل بويضة الإسكارس كلنا عارفينه برضو، بنشوفه بالنسبة لحد لأي حد برضو اشتغل في التحاليل. كنا بنعلمها بإن جدارها هي بيضاوية شوية، وجدارها اللي هو الخارجي بيكون مشرشر كده، مش برضو منتظم وسك يعني. الجدار اصلا هو كأن له جدارين، بس هو لا، هو جدار واحد وغليظ شوية ونواة كبيرة في النص. فدي شكل بويضة الاسكاريس، بتبقى بنفس الشكل ده كده بالظبط، وطبعا مهمة جدا. ايه كمان جايب لي هنا كمان في الشيستوسوما، الشيستوسوما اللي هي بتاعت البلهارسيا، الشيستوسوما هيماتوبيوم، بتبقى لها شوكة كده طرفية بالمنظر ده وكبيرة في الحجم، بنعرف نميزها بسهولة سواء الشكل على ايدنا اليمين او الشمال بالمنظر ده برضو بالظبط تحت الميكروسكوب. اكتر حاجة بتميزها الشوكة الطرفية، وقلنا هي بتعمل دم بسبب كده، بسبب السبين بتاعتها والشوكة بتاعتها دي. تمام. جايب لي ايه كمان، البلانتيديوم، البلانتيديوم كولاي بنفس الشكل بالظبط ده كده بتتشاف، بتبقى كأنها مش مدببة بس هي كأنها بيضة كده وصغيرة في الحجم. بلاستوسيستس جايبها لي تاني، شكل تاني ليها برضو في الصورة دي اللي عندنا الشمال، بيضاوية برضو بس على راوند اكتر شوية، وزي ما احنا شايفين كده في السيست اللي جواها ده. ايه كمان، الكابيلاريا، كابيلاريا دي قريبة للفشولة شوية لانها بتبقى كبيرة في الحجم، الاوفر بتاعتها وما بنشوفهاش كتير، بس لازم نحفظ شكلها برضو. وتاني جايب لي البلاستوسيستس هومينس، يعني دليل على انها مهمه برضو، يعني بعض الاشكال لها برضو ممكن تتواجد بالشكل ده، فنحفظ شكلها ده برضو، يعني ما بنشوفهاش كتير بالمنظر ده بالظبط، بتشاف بالاشكال التانية اكتر، بس نحفظ الشكل ده برضو.
في كمان هنا تحت ال شيلومستكس او الناس تقول عليها كيلومستكس بنفس الشكل ده برضو. هي مش مشهورة قوي زي البلاستوسيستس وحجمها اكبر زي ما احنا شايفين كده، مش بتيجي كتير في الامتحانات ومش بتتشاف كتير، بس نبقى عارفين شكلها. الكابيلاريا، كابيلاريا بس فصيلة تانية من الكابيلاريا غير اللي خدناها فوق دي، قريبة لشكلها برضو خالص بس على اصغر ومش معتمة من جوه قوي. ايه كمان؟ في كمان الشكل ده كده بنفس المنظر ده بالظبط للكيلومستكس اللي على ايدنا الشمال دي، بنفس المنظر ده ممكن تتواجد تحت الميكروسكوب، وبنفس الشكل ده اللي بيجي في الامتحانات، قريبة لها خالص الكولونشس اللي موجودة على ايدينا اليمين دي، بيضاوية كده مش مشهورة قوي وما بتشافش كتير، بتتواجد بعدد كبير كده بالمنظر ده، نفس الشكل ده كده. شكلها قريب من ايه؟ قريب لبويضات الاكزيوس شوية، بس الاكزيوس بتبقى شفافة، دي لما بتتصبغ بتبان قوي كده بالشكل ده كده، بتبقى لونها بني، بتتصبغ طبعا باليود كمان بتبان اكتر يعني. بعد كده جايب لي كريبتوس بيريديوم، بعد الصفحة اللي فاتت ديت جايب لي الكريبتوس بيريديوم ديت بنفس الشكل كده بالظبط، حتى لو جابها لي في اختبار الجودة الامريكي بيجيبها لي ملونة كده باللون الموف الجميل ده، واضحة كده بالمنظر ده كأنها مقسومة نصين وحجمها صغير، بتبقى بالشكل ده بالظبط كده. وجايب لي الاوسيست كده على ايدنا الشمال بالشكل ده كده، كأنه عنب كده مع بعض لما يكونوا متجمعين مع بعض، والشكل الجميل برضو اللي تحت على الشمال ده، ده شكل الكريبتوس بوديوم. ده ثلاث اشكال ليها يعني، بتبقى مهمة يعني، مهمة جدا ان احنا نحفظ شكلها. برضو الديانتاميبا فيرجاليس بالشكل ده كده بالظبط، كأنها كمثرى، واخدة الشكل الكمثري ده كده، مليانة أنوية من جوه ومهمة جدا برضو، بتيجي في الامتحانات. ايه كمان؟ شفتوا برضو الديانتاميبا السيست بتاعها لقيدنا الشمال كده تحت ده، قريبة لمين؟ الانتاميبا كلها كده شوية، بس دي على أصغر، ودي الأنوية اللي فيها مش كتير خالص. كمان جايب لي هنا ال ديفالوبوسيم اهيت، بيسموها دودة ايه الشاطر يقول، شكلها كده الجدار رؤية بيضاوي جواها نواة كبيرة واحدة، نحفظ شكلها برضو مهمة جدا. فيلوبوسيرين الانتاميبا كولاي اشهر انواع بقى الطفيليات معانا اللي بنشوفها في معاملنا، الانتاميبا كولاي التروفوزايت بالشكل ده كده، احنا بنشوف السيست اكتر، شوفوا جواها كام نواة، من اربع انوية، من اربع لخمس انوية كده، دي اكتر حاجة بتميز بينها وما بين الانتاميبا هيستولوتيكا. السيست بتاع الكولاي في انوية من اربعة لخمسة زي ما احنا شايفين كده، بتبقى راوند، بتبقى دائرية، وشكلها مميز جدا ومشهورة قوي، بنشوفها في المعامل كتير. الانتاميبا كولاي ده شكل تاني ليها برضو لو هي مصبوغة، دي كده مش مصبوغة، دي كده لو مصبوغة باللود في اللون بس. الهيستولوتيكا بقى قريبة شكلها طبعا من الاختلاف في عدد الأنوية زي ما احنا عارفين. الانتاميبا نانا
السيست بتاع الانتامي بنانا. الانتامي بنانا مش مشهورة قوي، بس زي ما احنا شايفين حجمها صغير خالص كده. في نوع برضو اسمه انداميبا هورتنس، الاوفا بتاعتها بالشكل ده كده، وزي ما يكون فيها خط بالعرض، مش مشهورة قوي. في ايه كمان؟ الانداميبا كلاي ده شكلها برضو شكل التروفوزايت، شكل التروفوزايت كده. التروفوزايت بتاعها طبعا مش بتشكل قوي زي السيست. انتاميبا بنكريتيوم بالشكل ده كده بالظبط، عامله زي ما تكون ايه الطرف بتاعها زي ما يكون طرف ازازه كده، زي ما تكون بوتل، ومش مشهوره قوي زي ما احنا عارفين. جايب لي شكل تاني للانتاميبا كولاي وشكل تاني للانتاميبا كولاي التروفوزايت بتاعها. التروفوزايت طبعا فيه سودوبوديوم اللي هو في بتتحرك بيه ده، ده الطول المتحرك. السودوبوديوم بتاعها زي ما احنا شايفين قصير كده، دي اكتر حاجة بتميزها. والشكل اللي على اليمين اللي فيه الانوية كتير، تمام كده. جايب لي شكل تاني الانتاميبا هيستوليتيكا، هما نفس الشكل الهيستوليتيكا والكولاي. احنا كنا بنفرق ما بينهم ازاي طول عمرنا من واحنا طلبة؟ بعدد الانوية اللي جواها. الانتروبيس الدودة الدبوسية الاوفا بتاعتها متميزة قوي في الشكل، وطبعا مشهورة قوي وبنشوفها كتير في معاملنا وبتيجي كتير في الامتحانات، فبنحفظ شكلها زي اسمنا. الانتروبيس جدار رقيق بيضاوي الشكل جدا، يعني اوفر يعني مش راوند، لا بيضاوي بيضاوي على طويل كده. الجدار رقيق كده كانه دبل بس ايه رقيق خالص، قريبين لبعض، ومن جوه فيه الانواع كتير كده ديت. ده السيست بتاعها. جايب لي تاني انتاميبا هيستوليتيكا اشكال تانية لها، يعني بتبقى صغيره وراوند، وقلنا ايه بيجيب لي صوره اوضح في عدد الانواع عشان اعرف هي كولاي ولا هيستوليتيكا. الفشيوله بيسموها ايه؟ فشيوليبس بسكي، بتبقى حجمها كبير، معروف مشهورة انها حجمها كبير خالص. شوفوا الاوفا بتاعتها هنا على ايدنا الشمال، ده الشكل الاوضح والاكتر. الفشيولة هيباتيكا بيسموها دودة الكبد. وشوفوا زي ما يكون فيها جزء مشطوف شوية مكسور كده مقطوع في نهايتها، بتبقى اكبر انواع الاوفا، يعني حجمها كبير جدا كده، بنفس الشكل ده كده بالظبط بتتشاف تحت الميكروسكوب. ده شكل تاني. هنا جايب لي الجيارديا، الجيارديا لامبليا السيست بتاعها تاني. بحفظ برضو شكل السيست كويس جدا عشان برضو ايه احنا بنشوفه اصلا في معاملنا كتير، الحاجة اللي هي بتتشاف كتير اصلا لها حالات يعني كتير، دي بتبقى مهمة برضو في الامتحانات. ايه كمان؟ برضو جياردية لامبليا وجياردية لامبليا تاني، جياردية لامبليا والسيست بتاعها برضو الشكل ده مهم جدا. كمان هنا على ايدنا الشمال جياردية لامبليا سيست تاني، شوفوا بيكرر فيها كتير ازاي من كتر ما هي مهمة. وهنا على ايدنا اليمين جايب ايه بقى؟ حاجة اسمها جونجولينيميا، مش مهمة قوي يعني مش مشهورة بتتشافش كتير، وممكن لو الصورة مش واضحة قوي هنتلخبط بينها وبين اي حاجة تانية زي الفشيولة مثلا، بس هي طبعا حجمها اصغر. يعني نحفظ شكلها برضو مجازا كده احتياطي، بس بصراحة ما بتجيش في الامتحانات كتير ومبتتشافش كتير في المعامل. يعني الهوك وورم الدودة الخطافية اللي هي مين؟ الانكلستوما، يعني بيتقال عليها هوك وورم او بيتقال عليها انكلستوما، نفس الشكل كده بالظبط. شفتوا الاوفا اللي على ايدنا الشمال او نفس الشكل لو هي مسبوغه اللي على ايدنا اليمين ده؟ كانوا يعلمونا انها ايه النواه بتاعتها شكل الورده، بيضاويه ما هياش راوند، بيضاويه
جدرية رفيع، والنواة كأنها واخدة شكل الوردة، كأنها متقسمة كده. دي حاجة بتميزها جدا الهكور. مهم جدا بقى افرق بينها وبين الاتش نانا. الاتش نانا فيها خطاف من جوه، كأنها بيضة برضو بالظبط، شكل الاج كده، شكل البيضة المسلوقة. طبعا حجمها اصغر شوية. النواة فيها خطاف، دي حاجة بتميزها جدا. الشكل برضو بتاع الاوفا هنا لما نكبر شوية، مش عارفة واضح التوكس اللي بتبقى جواها ولا لأ. واللي اشتغل في التحاليل او شاف عينات فيها اتش نانا الاطفال الصغيرين، بتبقى واضحة، بتبقى واضحة فعلا تحت الميكروسكوب بنفس الشكل ده كده بالظبط، نفس الشكل ده. ومشهورة طبعا وبتيجي في الامتحانات. في مين كمان هنا؟ الايزوسبورة. الايزوسبورة الاسبوسيست، من عيلة الاسبوسيست. عيلة الاسبوسيست قليلة، مفيش فيها حاجات كتير، فعشان كده الايزوسبورة دي بحفظ شكلها جدا، لان العيلة نفسها الفصيلة نفسها مفيش منها كتير، حتى لو احنا ما بنشوفهاش في المعامل، ولكن الشكل بتاع الايزوسبورة ده نحفظه. هي بنفس الشكل كده بالظبط، احفظها بقى كأنها شكل الصباع، احفظها انها بيضاوية بس على رفيع شوية وبالطول كده، وجواها الجراثيم بنسميها حتى سبور سيست. الايدوميبا كمان مهمة، الايدوميبا بالتحديد في اختبارات البرد الامريكي بتيجي كتير، وموجودة في اسئلة لابسية على فكرة، الموقع اللي بيبقى فيه اسئلة البرد، محتوى البرد الامريكي، وبيكون فيه اسئلة مهمة للامتحانات وكده مشابهة للاختبار. الايدوميبا دي هتلاقيها كتير فيه بنفس الشكل كده، كأنها ايه، جواها اليود من جواها وصغيرة في الحجم. الايزوسبورة تحت على الشمال جايب لي شكل ليها تاني، بس مش بيجي الشكل ده قد ما بيجي الشكل اللي بالطول ده الاشهر اللي فوق ده، السبوسيست بتاعها نفسه. هنا ده ايه؟ ميتاجينيمياس مش مهمة. الساكروسيستس يعني برضو مش مشهورة قوي، ما بتجيش كتير، لان ممكن كمان تلخبطني بينها وبين البويضات التانية لو مش جايب لي صورة واضحة جدا، بس هي معروف شكلها برضو سهل. ودي كمان مش مشهورة، الشيستوسيوما، بس الجابونيكام والمانسوني بقى اللي هي بتتميز بالشوكة دي، دول البلهارسي. الشيستوسيوما دي مشهورة جدا برضو، احفظ الفرق ما بين الهيموتوبيا والمانسوني. المانسوني مشهورة بإيه؟ شوكة جانبية، بس الاتنين لهم شوكة، واحدة شوكة طرفية والتانية شوكة جانبية، وبنفس المنظر ده بالظبط تحت الميكروسكوب لو شفناها في الشغل وفي المعامل. هنا كمان ايه، التينيا. التينيا كانوا يسموها ايه يعني عشان نفرقها واحنا طلبة، يقولولنا اللي جدارها عامل زي الترس، جدارها متقسم كده عامل زي كاوتش العربية، دي اكتر حاجة بتميز شكل التينيا اوفر، البويضة بتاعت التينيا. الاسترونجوليوديس مش كتير بتلخبط فيها، لان هي عاملة زي الدودة كده، شكلها مشهور جدا وممكن نشوفها في المعامل وبتيجي في الامتحانات، احفظها كويس جدا برضو هي والتانية والحاجات التانية. توكسوبلازما، التوكسوبلازما سيست برضو لازم ابقى حافظة شكلها بنفس الشكل كده بالظبط، ده نفس الشكل الاوسيس اللي بيجي في الامتحان او بيتشاف تحت الميكروسكوب. طبعا نادرا لما بيتعمل توكسوبلازما دلوقتي مزرعة مثلا بيتشاف تحت الميكروسكوب وكده، لا، ما بيتعمل بالليزر، البحث عن الأجسام المضادة وكده. ده الشكل ده مش مشهور برضو، ده بقى اللي ممكن لا بيجي في الامتحانات بالذات، اختبار التوكس، اختبار البرد الأمريكي. بيشينيلا سبيراليس بنفس الشكل كده، عامل زي ما يكون ايه، عارفين شكل المسلز، المسل تحت في عينة الاستول مثلا تحت الميكروسكوب،
غريبة ليها كده، بس في أنوية بسيطة كده جواها، أو نفس الشكل ده بالظبط احنا بنميزه عشان نفتكرها، شانيلا سبيراليس، مهمة جدا بالنسبة لاختبار البرود الأمريكي في الامتحانات يعني، وموجودة في تقريبا في لاب سي برضه، بتتواجد كتير في أسئلة لاب سي. شوفوا شكل التوكسوبلازما، الشكل التاني ده، الشكل التاني ده اللي على ايدنا الشمال ده مهم اكتر من اللي فوق كمان، انا لازم احفظ الشكلين، هي مهمة جدا، بس الشكل التاني ده ده جالي في الامتحان وبيجي في اختبارات كتير برضو بتاعة البرود الامريكي، مهم برضو. التريكوموناس فاجيناليس، التريكوموناس دي معروفة برضو جدا، بشوفها بتتحرك تحت الميكروسكوب وبتتشاف ساعات في الفيميل يورين يعني وكده، ومشهورة شكلها، اللي يشتغل في التحليل هيبقى عارفها، بتبقى متحركة كده وبتبقى بالمنظر ده كده، وفي منها ممكن أكتر من واحدة تتشاف، ده من الطفيليات يعني اللي ممكن تتواجد في اليورين. بعد كده الصفحة اللي بعدها الأكانثاميبا، التروفوزات بتاع الأكانثاميبا مهمة جدا، بيجيبولي هو مسبوخ كده حتى عشان يبقى شكله واضح، ومهم جدا جدا أحفظ شكله. كان سميبة واخدة الشكل ده كده، تمام. اللي حضر الكورس معايا عارف هي طبعا من عيلة ايه، يبقوا شطار فاكرين عيلة الأكان سميبة تبع ايه، التراكيورا استراكيورا الأوفا بتاعتها بنفس المنظر ده، ده احنا برضو اللي يشتغل في التحاليل عارف شكلها كويس جدا. الطلبة مثلا لسه عندهم امتحان بره ولسه ما اشتغلش في التحاليل، خليكم فاكرين ومعلمين التركيورة دي انها عاملة زي الصينية، كانوا دايما يعلمونا كده كأنها صينية ولها ايدتين بتتمسك منها، لان ايه الطرفين بتوعها مدببين كده، فاحنا بنسميهم كأنها ايدتين يعني نشيل بيها الصينية. بفكركم بس بالحتة دي، طبعا كبيرة في الحجم عن بقية البويضات التانية الصغيرة. مفيش بقى بقيه الكتاب، بقى بقيه الاطلس بقى تحت جايب لي الاشكال بقى اللي بتتشاف في اليورين، دي سهله بقى يعني، خلصنا بقى الطفيليات وكده، بيجيب بقى اشكال الحاجات اللي في اليورين وازاي فرق بين الوايت ديزيز والارديزيز، طب شكل اليست الميوكوس بيبقى عامل ازاي، خيوط كده، وبعض اشكال الكريستالز والاملاح، او طبعا شكل الباسلز او الوايت ديزيز يعني في اليورين او في الاستول. بقيه الكتاب سهل بقى، والاشكال بقى التانيه المعروفه سهل نفرق ما بينها، ودائما كنت شرحتها يوم شرح اليورين بالتفصيل يعني، في حلقه في شرح اليورين، فمش هنضيع وقتي فيها. اللي كان صعب بس اشكال البره، وعايزه اوريكم الطفيليات اللي في الاستول وكده، كنت عايزه اوريكم الفرق ما بينها وازاي نفتكر كل واحده ازاي ونميزها عن غيرها. ورب الحلقه تكون فادتكم، شير الحلقه خليها توصل لزمايلك والاكبر عدد، ذاكروا كويس وربنا يوفقكم، وان شاء الله تبقى الصور دي سهله يعني، لو هي الاسئله على هيئه صور ده دي كده بتبقى ابسط حاجه، بس اهم حاجه ابقى فاكره الاشكال كويس جدا، وقلت لكم ايه المهم وايه اللي مش مهم. بالتوفيق ان شاء الله. سيبوا لي اسئلتكم في الكومنتات واقتراحات الحلقات الجايه. سلام عليكم.